ماشي يا رب. يلا بقى تعال ناخد الليزر. بصوا عايزين نفهم حاجه. الليزر ده اسمه البيزكس بتاع الليزر. اربع صفحات ونص. ده البيزكس بتاعت ايه؟ بتاعت الليزر اللي تفهمني ايه القصه. فتعال نفهم الموضوع. في حاجات مش مكان شرحها هنا ابدا، ده في كورسز مخصوصه وكتب مخصوصه، وفي حاجات لازم نفهمها هنا تيجي في الامتحانات واللي تاهلني ان انا اقرا بعد كده حاجه ادفانس. فكله بقى يركز معايا. اولا الليزر ده الكلمه نفسها اختصار شويه حاجات كده اسمها لايت امبليفيكيشن باي ستيميوليتد ايميشن اوف راديشن ال اي اس اي ار، فسموها ليزر. ماشي. الفكره ايه؟ ما تهمنيش التفاصيل دي ايه معناها، انا يهمني بس كلمه واحده اقولها كمان شويه، كلمه لايت ها امبليفيكيشن. امبليفيكيشن يعني ايه؟ كبير، حاجه بتبقى اكبر من الطبيعي، وهنعرف يعني الجمله دي. طيب البرنسبل بتاع شغل الليزر حاجه اسمها ستيميوليتد ها ايميشن اوف راديشن، دي مش مهم اعرفها بس كاسم كده دلوقتي. طيب جهاز الليزر بيتكون من ايه؟ هو ده الكلام اللي انا عايزه. جهاز الليزر فيه مصطلحين مهمين جدا، واحد واثنين. انا يهمني واحد واثنين. في حاجه اسمها اكتيف ميديا او اسمها ليزنج ميديا، ودي من اسمها كده الماده الفعاله. اي جهاز يا جماعه عشان يشتغل بيبقى جواه ماده فعاله، هي دي اللي بتعمل الشغل. هنا برضو عندنا حاجه اسمها اكتيف ميديا، واحيانا بيسموها ليزنج ميديا، وكلمه ليزنج المقصود بها بيطلع ليزر يعني. ماشي. زي توكنج كده، ناس توكنج يبقى ناس بتتكلم، ناس كيلينج يعني ناس بتموت، ناس ديبريسنج يعني ناس بتجيب ديبريشن، ده ليزنج. يعني ايه ليزنج بقى؟ يعني بيطلع ليزنج. ماشي. ناس هتتحرق في النار بيرنينج، يبقى هتتحرق ان شاء الله، حاجات زي كده. فده ليزنج. ليزنج اي ان جي دي يعني بيطلع ليزر. الماده الفعاله دي لازم ليها مصدر طاقه اسمه سورس اوف انرجي، صح؟ بس خد بالك في الليزر اسمه بامبنج سورس. فاحنا بقى عندنا مصطلحين دايما يقولوهم بتوع الليزر، يقول لك ايه الاكتيف ميديا والبامبنج سورس. بص على الرسمه التافهه جدا اللي تحت دي. الرسمه دي في اسطوانه جراي كده، صح؟ يقول لك ايه اوبتيكال كافيتي، دي فراغ كده كونتيننج ها الليزنج. يبقى انا جبت ماده فعاله اسميها ليزنج ميديا ما انا حر، ها؟ اسميها اكتيف ميديا ما انا حر. الماده دي لازم ليها مصدر طاقه، مين يبص تحت؟ باور سورس اللي هي الشراره دي، بس عندنا اللغه بتاعته اسمه ايه؟ بس يا رب نعرف الكلمتين دول. بجيب ماده بحطها بامبنج سورس تطلع ليزر، الليزر اللي هو الشعاع الاحمر اللي طلع. طبعا في حاجات اضافيه مالناش دعوه بيها، فيها ميرور وما اعرفش، ده مش مهم. فانا نفسي نعلم على واحد واثنين. لما يقول لك مما يتكون جهاز الليزر قول له يتكون من ايه؟ من حاجتين، اكتيف ميديا وبامبنج سورس. في مكونات ثانيه بس دي مش وقتها دلوقتي خالص. طيب نيجي اول سؤال تحريري بيجي، سؤال تحريري صغير. Properties of laser light. الليزر ده ضوء وراديشن، زي مش احنا خدنا الراديشن فيه يو في بي ويو في اي، ده راديشن وضوء زيه زي اي ضوء بس ايه خصائصه؟ هو ده اول سؤال تحريري بيجي. لو حد بص فوق في الاسم، احنا قلنا ليزر ده اختصار لايت ها؟ يعني هو لايت او ضوء اهو. باي ستيميوليتد ايميشن اوف راديشن، وراديشن يعني الاشعاع. ايه اللي يفرقوا عن اللي خدناه قبل كده الفوتوثيرابي؟ وايه اللي يفرقوا عن البوفا؟ صح؟ الليزر له ثلاث خصائص مهمه، وده بيجي في التحرير للعيال الصغيره الدبلومه حتى. اول حاجه مونوكروماتيك. يعني ايه مونوكروماتيك؟ مين يترجم مونو؟ ها؟ لون واحد. لون واحد ليه؟ لان ويف لينس واحد. يا جماعه احنا كنا قلنا من شويه وعايز الناس تصحصح معايا، انا عندي مثلا الفيزبل لايت من 400 ده مش رقم واحد، ده رينج اهو 300، صح؟ وقلنا ده الازرق او ده الاحمر وده مش عارف يبقى اصفر. اذا كل دول مرتبط بيوف لينس. الضوء ليه سبع الوان؟ عشان هو من 400 ل 700، ده الاحمر وده الاصفر وده البرتقالي وده الاخضر وده البنفسجي. الليزر رقم واحد له ويف لينس واحد. حتى انا كنت بقول لك مثلا ايه الاكزايمر ها 308، ما قلتش من 308 310. اللي مش عارف الكلام ده يعرف الليزر كلمه السر فيه رقم واحد. عشان كده مثلا في الاجهزه دلوقتي الجهاز ده 585، ده 1064، ده 112. سيبك من الارقام دي كلها ارميها في الارض، بس خد انتباهك في حاجه واحده بس، هو رقم واحد.
قول له ايا كان الرقم اللي بيقولوه يبقى رقم ايه؟ من اول 308، من اول 532، 1064، 10600، 750، 694، يقول اللي يقوله بس يطلع ايه؟ طالما الليزر رقم واحد يعني ويف لينس واحد، وطالما ويف لينس واحده هيبقى لون واحد. هو ايه اللي يخليه كده لون؟ ان كده ويف لينس. عشان كده دي اول صفه في الليزر، مونو مونوكروماتيك، سنجل ويف لينس سنجل كلر. باختصار الكلام ده مختصر جدا، طول موجي واحد لون واحد، مونو ايه. لو حد بص على الرسمه، الرسمه دي فيها جدول بسيط جدا. ايه الجدول ده؟ بيقارن بين الليزر ناحيه الشمال واي ضوء تاني ناحيه اليمين. لو تبص ناحيه اليمين الضوء العادي لما تحطه في البريزم اللي هو المنشور، التجربه بتاع الثالثه اول دي، يطلع ايه؟ سبعة الوان. الليزر هو لون واحد، احمر اخضر، هو لون واحد. تعدي من البريزم يطلع برضه لون ايه واحد، هو لون واحد. اسمها ايه الحكايه دي؟ مونوكروماتيك. طيب تاني صفه، لو حد بص تحت اشعه الليزر بتبقى متوازيه مش بتتشتت. الضوء العادي يا جماعه، انا لما اجيب لمبه ولا كشاف ولا الفلاش لامب بتاع الموبايل ولا اي حاجه، بتلاقيه على الحيطه يفرش دايره كبيره. ليه؟ لان موجاته بتطلع دايفرجنت، بتنحرف كده. الليزر مين يبص على الصورة ناحيه الشمال، موجاته متوازيه. التوازي ده اسمه كوليميتد. بدل ما تقول بارلل قول كوليميتد. انت معاش معاك كتاب؟ يعني روح جنب قناه السويس، جنب قناه السويس. ما انت فرح بس تجيب اكل وشرب، لكن كتب لا. خش بقول لك تجيب طعميه، ما ضيعش فلوس على كتب. انا اكل فول طعميه، اقعد. العظيم شيء والله العظيم. ده احنا يلا خليه يقعد معاك قناه السويس، وخد منه رسم عبور بقى، فاهم؟ $1000 بقى عشان يبص على كده. خالد اصله استاذن ومشي. شو بتوع الملازمة يعني ايه؟ يعني يحنوا لبعض كده، يقول لك الملازمة فين؟ مش عارف كده يعني. هما الاثنين شغالين في الملازمة، عمالين يبهدلوا في العيالين بتوع الملازمة. كل بقى يبقى الصفة الثانية ايه؟ كوليميتد. الأستاذة مرام، مرام شاشة الموبايل، يقول لك ايه بقى؟ كوليميتد. يعني ايه كوليميتد؟ بارل. وده اللي بيخلي الليزر بنعمل بيه بوينت. احنا ليه بين بوينت بالليزر؟ لأن أشعته متوازية مش هتتفرق، توصل لنفس الهدف. مش هتجيب كشاف تبوينت بيه في المحطة، هتبوينت، يبقى انت هتشاور على الحيطة كلها بالعقل كده يا مرام، صح؟ بن ايه بوينتر، حتى اسمه كده ليزر بوينتر. يبقى التاني الصفة اسمه ايه؟ تالت صفة حاجة جميلة جدا اسمها كوهيرنت. كوهيرنت يعني مترابطين الموجات بتاعته، او بيسموها ان فيز. ركز في الكلمة دي، يعني ايه ان فيز؟ يعني هما نفس الفيز. يعني ايه؟ بصوا لي هنا، بصوا لي هنا. الموجة خدتوها زمان برضه الثالثة أول، بتطلع وتنزل، بتطلع وتنزل. ده بيسموها بيك قمة، ده بيسموها ترف أو قاع. القمة والقاع، القمة والقاع. موجات الليزر نفس الطول. بص لي في الرسمة دي وارسمها بإيدك أنت عشان إيه؟ تشهد عليك يوم البيع. يقول آه دخلوا النار ده. موجات الليزر كلها كده، شوف الرسمة دي كلها نفس الطول. اسمها إيه نفس الطول؟ مونوكروماتيك. طالما نفس الطول علي، انت اتأثرتي علي في مصر عندنا فوق كده، كنت جاي فايق علي ما يرد عليك. بص لك مونوكروماتيك يعني نفس الطول ونفس اللون. كوليميتد يعني ايه كوليميتد؟ متوازيين، مش كل واحده ماشيه في اتجاه. اجمل حاجه بقى، بصوا بيطلعوا مع بعض، يعني يوصلوا القمه مع بعض ها، وينزلوا البيك مع بعض. يطلعوا القمه مع بعض، ينزلوا البيك مع بعض. دي اسمها كوهيرنت. كوهيرنت يعني مترابطين، يطلعوا سوا ها وينزلوا سوا. او بيسموها في اللغه ان فيز، يعني نفس الفيز. يعني ايه نفس الفيز؟ لو الموجه دي في الفيز بتاع البيك يبقى كلهم في البيك، الفيز بتاعها في القاع كلهم في القاع، كلهم في الحوز يبقى كلهم في الحوز كده، يبقى مترابطين في كل حاجه. فيسموهم ايه بالاجنبي لما يجي السؤال ده؟ وده بيجي في الامتحانات، تقول له كده خصائص الليزر مونوكروماتيك، تشرحه بسطر كده، سنجل ويف لينس سنجل كلر اي جي كذا مثال. بعد كده كوليميتد، يعني ايه كوليميتد؟ بارلل، ما فيش دايفرجنس. ثالث حاجه كوهيرنت، يعني ايه كوهيرنت؟ يعني مترابطين. يعني ايه مترابطين؟ يعني في نفس الفيز. يعني في نفس الفيز يعني في البيك مساوى وفي القاع مساوى، بس كده. الثلاث صفات دول هم الثلاث صفات الرئيسيه للليزر، ودول بيؤدوا للصفه الرابعه للليزر ان هو هاي باور. ليه هاي باور؟ الترابط بيدي القوه كبيره.
مشكلة الموجات دي لو كانت بتنحرف كده التأثير يقل، ولو كان واحد يمين وواحد شمال يلغوا بعض، ولو كان دي في القمة ودي في القاع يلغوا بعض، لكن هما كونهم مترابطين في نفس الطول ونفس الاتجاه هيوصلوا بالقوة، وده اللي بيخلي الليزر قوي. يعني قوي بيقطع الأنسجة ويحرق الحاجة وكل حاجة، فاهمين؟ يبقى ايه خصائص الليزر؟ نحفظهم صعب بس تقولهم بالانجليزي مونوكروماتيك ايه؟ وايه؟ هاي انرجي بس خلاص. طبعا الصفة الرابعة نتيجة حتمية للثلاث صفات اللي فاتوا اللي مخليه قوي ان هو مترابطين ومع بعض فالكلام ده كله تمام؟ ايه انواع اجهزة الليزر؟ ده سؤال برضو بيجي. قول له احنا اجهزة الليزر، وممكن الناس تبص لي هنا وتساعدني كده. قول له اجهزة الليزر بتتقسم بكذا طريقة، بكذا ايه؟ اول طريقة حسب الاكتف ميديم. ومين فاكر يعني ايه اكتف ميديم؟ قول له يعني ليزنج ميديم، اللي هي ايه؟ المادة اللي جوه اللي بتطلع الليزر. انتوا تسمعوا الاجهزة ثلاث انواع، سوليد وليكويد وجاز، ده حسب ايه؟ المادة اللي جوه. ما هي المواد خدتوها برضو زمان في الاعدادية، ها؟ صلبة وسائلة وغازية، حتى في تل ابيب برضو نفس المواد، صح؟ ما اتغيرتش. ايه سوليد؟ يعني في مادة صلبة زي ايه مثلا؟ الله يخليك تعيش. يعني ايه مثلا؟ يقول لك بص، يقول لك ايه؟ الكي تي بي، الروبي، الالكسندرايت، النيدياج، اربيامياج، المواد دي مواد صلبة. ايه الرقم اللي بين قوسين ده؟ ده الويف لينس اللي بتطلع. ما تحفظش حاجة دلوقتي، بس لاحظ حاجة واحدة بس، ها؟ رقم كي تي بي 532 بس، مش 532 و33 ولا 32 ل 4، هو رقم. الان دي اج 1064، الروبي 694. طبعا انت هتحفظ الكلام ده غصب عنك كمان شويه، ما ده بيجي في الام سي كيو. اقول لك الجهاز ده ايه الويف لينس بتاعته؟ بيستخدم في ايه؟ البلس الضي، لان في منه نوعين، لكن مش كذا لكذا، هو يا كذا يا كذا. يعني في بلس الضي ساده مثلا وبالسيمسون، الساده ده 585، يبقى ده السوليد. طب الليكويد سهل جدا، اسمه بلس الضي ليزر. حتى ضي كلمه ضي يعني ايه؟ في منه نوعين، 585 اند، يعني بس الشرطه دي عشان ما تعملش ايه؟ اكتب اور كذا. يعني هو في جهازين في السوق، يا ده يا ده، لكن ما فيش جهاز بيطلع من ده، ما فيش رينج خالص في الليزر. الليزر ايه يا مرام؟ تطلع النهارده اهي في الشوارع كده، يقول لهم النبي هو رقم واحد بس. يعني كذا نوع، بس كذا نوع، لكن هو كل نوع بيطلع ايه؟ رقم واحد. طيب، طب الجاز الله يخليك، اصل ده عزرة ده مش واخد بالك، هو يقول لك لازم هو ده ماشي، ده يطلع منه سبع شمعات دلوقتي. بص بقى، جاز يعني ايه جاز بقى؟ يعني الماده الفعاله جوه ايه؟ طبعا مشهوره جدا جهاز السي او 2 ليزر. هو اسمه سي او 2 ليه؟ عشان جواه جوه ايه؟ سي او 2. فاهمين ولا مش فاهمين؟ في نوع رابع عندنا، والاكزايمر على فكره ده جاز، يعني جهاز الاكزايمر ده يا جماعه جاز، اسمه زينون كلورايد، غاز كلورايد الزين كده، يعني جاز وخلاص. يبقى ده سؤال مهم جدا في التحرير، ايه انواع اجهزه الليزر؟ وما خصائص شعاع الليزر؟ وما هي استخداماته؟ تحدث بالتفصيل عن احد هذه الاجهزه. مثلا هو ده الجهاز كده، زي ايه؟ نفس اللمبه بس يعني مش موضوع ده، اصل بيتك خلاص مش هنشرح. خلينا في اللي احنا فيه، انتوا ليه مالكم يعني؟ مش خلينا في اللي احنا فيه، مش خلينا في الوكسه اللي احنا فيها، ماشي. يبقى كم نوع من اجهزه الليزر حسب الماده الفعاله؟ وانت تفتح الجهاز لقيت ماده صلبه يبقى سوليد، لقيت برطمان فيه ليكويد يبقى ده ليكويد، لقيت فيه اسطوانه فيها غاز يبقى ده سي او 2 ليزر جاز. في نوع رابع اسمه دايود، الدايود اللي هو سيمي كوندكتور، يعني بيبقى فيه شرايح جوه، شريحه زي الراديو كده زي الترانزستور كده، لكن ما فيهوش لا ليكويد ولا سوليد ولا ايه ولا جاز. ده نوع رابع مشهور جدا اسمه دايود. ايه شريحة الإلكترونية زي الشريحة اللي مازر بورد كده، بس مش مفيش في الليزر عندنا احنا بلازما. المادة اللي مش علينا مش بنقولها، الحاجة اللي مش علينا ياما مش بنقولها، لو حاجة علينا بنقولها. يعني أنا مش هخبي عليك حاجة، بس أنت عارف اللي أنا بقوله ماشي. نيجي بعد كده حسب البامبنج سورس، احنا قلنا يعني ايه بامبنج سورس؟ كل الأجهزة تشتغل بالكهرباء، فيش يبقى إلكتريك. قول له لا، ده في حاجات تانية، في فلاش لامب زي ما هي قالت، في كيميكال رياكشن، في انذر ليزر، يعني ممكن الليزر انشطه بحاجه تانية، بس الاشهر اكتب كده رقم واحد، الاشهر انه يبقى ايه؟ لكن الفلاش لامب برضو موجوده ببعض الاجهزه زي البلس الضي. وساعات الفيشه اللي انت بتحطها في الجهاز دي
في جوه لمبه فلاش لامب، هي شغاله في الفلاش لامب، مفهوم؟ ده مش مهم. ايه بقى المهم؟ انواع اجهزه الليزر حسب الاسبكترم اللي بتطلعه. احنا مثلا كنا قلنا ان الفوتو ثيرابي بتاعنا محكوم عليه انه الترا بايت. طب الفوتو دايناميك كان في الفيزيبل، اجهزه الليزر حاجه من ثلاثه، يا الترا فايبت ها يا انفراريد. الفيزيبل من كام لكام من فاكر؟ فمثلا لو انا عندي اكزايمر، ما انا لسه مغششك، الاكزايمر مين يبص فوق؟ 308. انا الارقام كتبتها مره واحده فوق، مش كل مره هكتبها. جيت تقول يا رب الاكزايمر ده كام؟ انا مش فاكر كان كام يا ابني، مكتوب فوق الاكزايمر، هتبص فوق بس كده تلاقي 308. فتقول يا دكتور الدكتور مش كاتب منه لله، وتقعد تدعي عليا كده. الدعوات دي كلها تصد في قلبك على طول. ليه؟ ربنا عارف، ربنا مطلع على الدعاء. يقول لك والله العظيم تستفيد دولتك، يروح كل ده يدخل بقى عليك انت، تراكم سيئات بقى، تيجي يوم القيامه تتحرق حرق من كتر اللي بتعمله فيه. مكتوب فوق الاكزايمر 308، يبقى ده الترا بايلوت ولا انفراريد ولا ايه؟ لان الالترا بايلوت من 200. طب بعد كده في اجهزه في الفيزيبل، يعني ايه فيزيبل؟ يعني 400. اي رقم بين الرقمين دول يبقى فيزيبل. زي ايه؟ البلس الدار 585، زي الكي تي بي 532، صح؟ زي الروبي 694. قول له طالما انت بين ها 400 و700 تبقى فيزيبل. انفراريد فوق ايه؟ زي الالكسندرايت 755، زي السي او 2 10600. عشان كده الارقام اللي فوق تتحفظ صح، وده بيجي في الام سي كيو. وخد بالك لو حد شاطر كل جهاز في الدنيا ممكن اعلق عليه بالثلاث نقاط دول. اولا انت ايه الاكتف ميديم اللي عندك؟ سوليد ولا ليكويد ولا جاز ولا دايود؟ بعد كده انت البامبنج سورس كهرباء ولا فلاش لام؟ رقم ثلاثة انت في انهي حته من الاسبكترم؟ فاهمين؟ يعني الجهاز الواحد هطبق عليه كل التقسيمات دي. لسه في تقسيمه كمان حسب المود اوف ليزر ديليفري. يعني الكلام ده في اجهزه اسمها كونتينوس واجهزه اسمها ايه؟ بلس. يعني ايه كونتينوس؟ يعني الجهاز طول ما هو شغال شغال على طول. وبلس يعني ينور ويطفي، ينور ويطفي بلس. وكنت بقول لمثال للناس سهل جدا، زي مثلا لما تشغل الكشاف الكبير النور الكبير بتاع العربيه ده ايه؟ طول ما انت مشغله شغال تطفي يطفي. طب لما تعمل انتظار بتلاقي ايه؟ هو نفسه عمال ينور ويطفي كده، ده اسمه بلس. في ليزر كده طول ما انت تدوس اون كده تلاقيه زز كده، ده كونتينوس. في جهاز تاني تك تك يطلع نبضات كده اسمه بلس. ماشي؟ بس سهله جدا، كلمه صغيره خالص خالص خالص. البلس نوعين، يا اما بالملي سكند يا اما بالنانو سكند. الملي سكند اكبر من النانو سكند بكتير، لان الملي خدته زمان 10 اس ناقص 3 1 على 1000، اما النانو 10 اس ناقص ايه 1 على 1000 على المليون. فالملي يعتبر اكبر من النانو. وانتوا زمان لو تفتكروا، بس انت طبعا ما فيش علامه خالص، هيقول لك بص ملي بعد كده مايكرو بعد كده نانو، عمالين نصغر بيكو فيمتو حاجات زي كده خدته زمان، بس ما فيش. عشان كده بقى في الليزر حاجه غريبه جدا، لو الجهاز بلس وملي سكن عارف اسمه ايه؟ اسمه لونج بلس. ولو بلس ونانو سكن اسمه شورت بلس. قول له يا سلام، يعني الملي هو اللونج والنانو هو الشورت؟ اه، لان الملي اطول. بس في بس كلمه واحده عايز اقولها، النانو اللي هو الشورت اسمه كيو سويتش. بس اول ما تسمع كلمه كيو سويتش تبقى فهمت حاجه، انه مش كونتينوس ده ايه، وان البلس بتاعته ايه صغيره بالنانو سكند. عشان كده بقول للناس وانتوا بتموتوا في ناس كتيره جدا، الكي سويتش ده مش جهاز، مفيش جهاز اسمه كي سويتش، ده نوع. في جهاز اسمه كي سويتش كذا، كي سويتش دروب، كي سويتش اليكس، كي سويتش كي تي في، كي سويتش اندياج، كي سويتش حاجه. يعني الحاجه دي بتطلع بلس صغيره، مفيش جهاز اسمه كي سويتش. بس كي سويتش ليها معنى واحد بس، ان البلس بتاعته صغيره. لكن ايه هو اللي البلس بتاعته صغيره؟ كان عندي جهاز البلس بتاعته صغيره بالنانو اسمه كي سويتش. ايوه، ايه هو الجهاز؟ روبي اليكس. فاهمين؟ فهمتوا؟ عشان كده لما تقول الاسم تقوله بالكامل، تقول كيو سويتش روبي مثلا. روبي ابص فوق، روبي ده طلع يطلع سوليد صح؟
وبيطلع 6-9-4 اللي هو في الفيزيبل يعني. الجهاز ده فيه منه بلصت صغيره، قوم سعيد راح مسميه ايه؟ عندك بطاطس في البيت وبتطلع نبضات صغيره، اروح مسميها كيو سويتش بطاطس. يعني الندم اللي انت بتخلينا ندم انا كل يوم خميس ده بيجي في نبضات صغيره، كل شويه حد منكم يقعد يندمني كده، يقول لك ما الله لما ندمه خليه يبطل الشغلانه دي خالص، خليه يبطل كل ده يندمني، نبضات صغيره يبقى اسمها كيو سويتش ندم. اي حاجه بتيجي في نبضات وصغيره اسمها ايه؟ فانا ما ينفعش اقول كيو سويتش بس، لان دي معناها نبضات صغيره. ايه هو النبضات الصغيره؟ فتروح قايل الاسم بالكامل كده، كيو سويتش ان دي ياجليز مثلا، كيو سويتش روبي كده. يبقى هجيب الجهاز ده بكل مواصفاته، بالطول الموجي بتاعه وبكل حاجه، بس خليه يطلع نبضات ايه؟ صغيره. اروح انا وصفه كده ماشي. اخر كلمه بقى، مش احنا قلنا الليزر هاي باور ده بيحرق، عشان كده بنشيل بيه الشعر، نحرق بيه الفوليكل ونشيل بيه الشعر، وصح بيحرق بيقطع. قال لك لا، ده هم عملوا ليزر الباور بتاعته قليله، بيسموه لو باور، وده بيستخدم مش للدمج، للاستيميوليشن. انتوا تسمعوا ان في حاجه اسمها ليزر كاب للناس اللي عندهم اندروجينيتك الوبيشيا، يطلع نمو الشعر. فانت تقول له هو الليزر بيمنع بيشيل الشعر ولا بيطلع الشعر، ولا انت والله مبطل عالم خالص؟ قول له يا ريت تبطل عالم خالص، يا ريت. والله يا ريت نبطل عالم خالص. لا ده بيجيب المنتج بتعمليه على شعر الوش عشان يطلع. خليك هو الفكره كلها في الباور. لما استخدم باور عاليه اسمها هاي باور ليزر، زي ان دياج والاليكس ده بيحرق والفوليكل ويدمرها ما يطلعش شعر تاني. الجهاز الخوذه ده بيطلع ملي يعني نص كده واط ولا بتاع، حاجه صغيره جدا. فده ماله ما يحرقش، ده يعمل استيميوليشن فيخلي الفوليكل تطلع. يبقى انا دلوقتي بنشط ولا بحرق، ده ديبند على الليزر اللي بتستخدمه. عشان كده الليزر، وده بيسموه في السوق كولد ليزر، يعني ليزر بارد. يقول لك هو مفيش حاجه كولد ولا بارد، هو قد الباور بتاعته ايه. وده بتوع الروماتولوجي يستخدموه عشان التهابات المفاصل، بتوع التخسيس، بتوع التنحيف، وبتوع الحزن، بتوع الالم، بتوع الندم، حاجات كده كلها يقول لك استيميولاتوري بس. مفهوم ولا مش مفهوم؟ يبقى ازاي نقسم الليزر؟ هيليوم نيون ليزر، هيليوم نيون ليزر دي الرموز بتاع الجدول الدوري بتاع ثالثه اعدادي. الصوديوم ان ايه، فاكره زمان البوتاسيوم كده، كل بص لي هنا. يبقى انا ازاي اقسم اي جهاز ليزر؟ خمس حاجات. وعلى فكره الجهاز الواحد ينطبق عليه الخمسه دول. قول له تعالى كده، انت الاكتف ميديا بتاعتك ها، يا سوليد يا ليكويد يا جاز يا دايود ماشي. تاني حاجه، انت البامبنج سورس بتاعتك كهرباء ولا حاجه تانية؟ انت بقى كونتينيوس ولا بلسد؟ ولو كنت بلسد ها، شورت ولا لونج؟ ميلي ولا نانو؟ يعني كي سويتش. وبعد كده رقم اربعه ها، الباور، انت هاي باور ولا لو باور؟ يا جماعه كل شغلنا احنا هاي باور، بنشيل بيه سكار، بنشيل بيه مش عارف هيمانجيوما، بنشيل بيه شعر. في جزء كده على جنب اسمه لو ايه؟ ده ستيمولاتوري، ننشط بيه نمو الشعر، نعمل بيه انتي انفلاماتوري افكت، حاجات زي كده. مفهوم؟ ممكن اسال سؤال؟ ايه؟ ممكن اسال سؤال؟ قلت ازاي الدايود لو باور بيستخدموه في الهير رموفل؟ ما هو على حسب، قصدي في دايود لو باور وفي دايود هاي باور، ما تلخبطش الدنيا ببعضها. هو جهاز اسمه دايود، انا بقى ما احكمش عليه، اقول له في الاول انت هاي باور ولا لو باور. الخوذه دي دايود ليزر، نوع دايود بس الباور بتاعته ضعيف بس. فاهماني؟ وانا بدوس كده شغال هو لوحده يبقى ده كونتينو، وانا بدوس هو نفسه بيطلع اون اوف كده يبقى ده اسمه بارس. لا لا، هو اتخلقت ربنا الجهاز حاجه واحده ده، وانا دايس عليه كده انا مشغله اون وهو شغال زي العربيه، انت دوست المفتاح خلاص. ليه؟ هو نفسه النور شغال على طول بس ما كونتينو، ما فيش، هو الجهاز خلق حاجه واحده بس، يا كونتينو يا بارس. انت مش فاهمه السؤال بتاعها ولا مش فاهمه الموضوع؟ زي السي او 2 كونتينوس، طول ما انت دايسه كده شغال صح؟ انت دايسه زز كده، هو طبيعته كده، هو كده. لكن البلس الداي لو حد عارفه، او الالكس ولا الاندياج، انت بتدوس وعمال يطلع طق 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 وانت دايس عادي. فهو في ناس،
في اجهزه خلقتها كده انها كونتينوس, في اجهزه بلس ده هو شغال. يعني مثلا انت الشيطان يقول لك ايه, طب انا هدوس كده على الزرار بايه, لا انا هدي وانا بدوس هو كونتينوس, انا بعد اطفي وانور كده, لا يبقى ده مش بلس, ده انا مع وانا بدوس حصل ايه, شغال زي اللمبه كده وانت دايس المفتاح شغال, يبقى اسمها ايه كونتينوس. لكن انت لما تطفيها هتطفي, ما اقعدش انا بقى انور واطفي واوصل له بلس, فاهم؟ لا انا قصدي وانا دايس على المفتاح هو بيطلع الضوء ازاي, بيطلعه كونتينوس, يبقى اسمها كونتينوس. في لمبات بقى زي بتاعه الافراح كده ولا الكباريهات, كباريهات كده مثلا يعني سعاد الليله مثلا, فتلاقي ايه اللمبات كده بتنور وتطفي لوحدها, ما حدش عمال ينور ويطفي فيها, هو اللي هو شغاله اون بس, ده الاون بتاعها انها بلس, مفيش بعد كده يعني. بعد كده يبقى نقعد كلنا ايه في الارض والله. ايوه اضحك, انت اضحك اضحك يا عزرا, انت اضحك وناس تانية تموت. الاسئله التحليل اللي بتيجي, اولا ما هي خصائص شعاع الليزر, قول له بالانجليزي ايه مونوكرومات كوهيرنت كوهيرنت هاي باور, وسطرين على كل كلمه, وادي الخمس درجات, سؤال صغير كده تاخد منهم درجه ولا حاجه, ولا ما تاخدش حاجه عشان عمايلك, ولا تبقى بالماينس ولا خمسة بس احسبهم له بالماينس, ماشي؟ بعد كده ازاي نقسم اجهزه الليزر على حسب كذا وكذا وكذا وكذا. طبعا الارقام دي بتيجي في الام سي كيو او تيجي في الجدول وصل كده, يقول لك ايه الجهاز والويف لينس بتاعته مثلا, يعني الاجهزه كلها يا الترا فايلت من 200 ل 400, يا فيزيبل يا انفراريد فوق ال 700. في سؤال تاني بيسال احيانا اسمه ليزر تيشو انتر اكشن. بص على الرسم, الليزر لما بيتحط على الجلد بيعمل حاجه من اربعه, او بيعمل اربعه او بيعمل ثلاثه او اثنين, انت ونصيبك, بس هما كام احتمال؟ اربعه. بص على الصوره في الاول وسيبك من الكلام, الليزر جاب ميل فانعكس, ده اسمه ايه؟ وده خدته زمان, وخدته زمان برضو في الاعداديه, تلاقي حفيدك كده بيذاكر زاويه السقوط زاويه الانعكاس, خدتوها من زمان. طبعا الريفليكشن ده وحش, ليه وحش؟ بفقد الطاقة مش هستفاد بيه, لا ويخبط في عيني يعمل لي دامج كمان, يعني فاهم كله ضرر. عشان كده يقول لك لما تشتغل, كان زمان يقولوا لنا تشتغل ايه بريبنديكولار, ليه؟ لاني حفيدك في ثالثه اول في العلوم قالوا له الشعاع الساقط عموديا ينعكس على نفسه, يعني حتى اصل انت لما تميل كده في الشغل, قول له بص شوف الحركه دي, شوف انا هشيل الليزر يقول له ما بنتناقش, كل ما تميل كده الريفليكشن هيبقى كتير ومش هيستفاد بحاجه, قول له بص شوف انا امسك البروب ده بص 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 شوف حتى معاك كده بس. طبعا انت ما يقول لك انت لما تيجي تفكر والله بديل كده حاسبوا انفسكم كده قبل ان تحاسبوا, قول انا داخل النار انا مش معقول, بس على الله ترسى على النار بس, فاهم يعني كده يعني, ده ممكن ادفع فلوس كمان يعني فاهم, وغرامه من عمايلك بقى. اول حاجه تتعلمها شوف كده بتبقى كده ريبن ديكور على عينك كده, عشان لو انت عملت كده ده كويس عليك, فاهم؟ يبقى ريفليكشن ده اول ايه؟ وحش ولا حلو؟ هاو تو مينمايز؟ تاني حاجه الحمد لله يخش جوه, هو يخش جوه عشان يروح التارجت صح؟ يروح التارجت ده انت ونصيبك, بلاد فيزل في الهيمنجيوما, اير كوليك في الهيد الموجه, ايا كان قول له لا جوه الدرمس بتاعنا مجال كولاجين ايه؟ بعد ممكن يتشتت جوه, يخبط في الكولاجين يتشكل, شايفين؟ يبقى اسمه ايه سكاترنج, الصوره رقم 2. السكاترنج لو حد شاطر كانه ريفليكشن بس فين؟ بسبب الكولاجين باندل اللي جوه, اصل جلدك مش فاضي, مش فراغ كده يمشي فيه الليزر براحته لحد مثلا, بص الاوضه كده مثلا ايه مرام هناك, احنا قاعدين نودي الليزر لمرام ندمر مرام مثلا, الليزر مش فاضي, هو مش كده هيلاقي بقى ايه عزره يخبط في عزره, يلاقي وفاء يخبط في وفاء, يلاقي ميسي ابتسام مثلا يخبط في يلاقي حاجات كده, ده اسمه الكولاجين باندل في الدرمس, فبيتشتت جوه شويه بيتشتت اسمهم ايه؟ سكاترنج. بعد كده اللي يفضل ويوصل للتارجت مين يبص على الرقم 4 اللي هي ده يروح للتارجت, ده اسمه ابزوربشن, يقول له يا سلام التارجت ده في كروموفور معين يمتص كده وده اللي يعمل الاكشن, يبقى انا في شويه بخسرهم في الريفليكشن ها سكاترنج, واللي يفضل اسمه ايه؟ قال لك لا لو انت مدي باور عاليه مزودها على عيان, عيان ده بياخد 6 جول تروح تمدي له 18 20 قول له الزرار موجود وخرب. طب معلش هو دي اصلا غلط عشان انا لازم مش بالدي
الصوره دي للتوضيح بس. يعني بس مش ده المفروض اشتغل بالبنديكولار. شوف ما شاء الله بيطلعوا غلط في الكتب، في الكتاب ده بالتحكيد غلطان، فهو هنا بس عشان يوريكي الفكره. يعني لما تبقي مايله كده لو عملته غلط هيحصل كده صح؟ يس شاطره جدا. السكاتر هيحصل بس حتى السكاترنج هيحصل حتى لو دخلتي، بس كل ما تبقي مايله الكميه تبقى اكتر، فانت تبقي بالبنديكولار عشان تقللي. لكن حتى اللي بيدخل جوه يحصل له سكاترنج خلاص. الرسمه دي رسمه للتوضيحيه بس، لكن انا مش بشتغل بميل كده. يا ده الرسومات دي مايله فانت بتشتغل بميل يا دكتور؟ لا مش بشتغل بميل، دي بس رسمه توضيحيه ماشي. طيب لو انا مدي الطاقه عاليه هيبقى في باقي صح؟ يعني ايه باقي؟ يعني شويه حصل لهم ريفليكشن وشويه حصل لهم سكاترنج. الكروموفور بتاعك له طاقه، هو خد اللي عايزه خلاص. طب الزياده هتروح فين؟ هتنتشر في باقي جلدك وتعمل لك دمج، وده اللي احنا بنشوفه. لما تعلي الباور تلاقي ايه؟ الشعرايه اتحرقت وما عادش فيه شعر بيطلع يا دكتور الحمد لله، بس انا وشي كمان اتحرق، انا اتحرقت وعملت بيجمنتيشن. دي كميه اضافيه من الطاقه، مدي زياده زياده عن اللازم. علشان كده اسمها ايه دي؟ اسمها الريزيدوال لايت. يعني ايه الريزيدوال لايت؟ الباقي. انت المفروض تدي على القد، ما تديش لا قليل ولا ايه ولا كتير. فلما تدي كتير يتبقى جزء يعمل دمج، ده اسمه ايه؟ ترانسميشن. يعمل ايه؟ يبقى كم كلمة أجنبي؟ ها؟ أربعة. ها؟ استنى 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 استنى. ترانسميشن ودول على جنب، ثلاثة وحشين. واحد بس كويس اللي هو مين؟ الأبزورب. كله بيحصل، بس أنت بشطارتك بقى إيه تقللي دول ونزود ده. أقلل الريفليكشن أشتغل أهي، أقلل الترانسميشن ما أديش طاقة زيادة. الترانسميشن السكاترينج غصب عننا هيحصل شويه جوه في الدروس، لكن انا احاول اقلل الاضرار دي. بالخاصه بيجي سؤال كده في قناه السويس، ليزر تيشو انتراكشن على ضفتي القناه، فانت تقول له ثلاث حاجات وحشين كذا 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 وواحده حلوه اللي هي الايه؟ ابزربشن. نقلب الصفحه. في سؤال بقى جميل جدا اسمه الميكانيزم اوف اكشن اوف ليزر. الليزر بيشتغل ازاي؟ قول له كلمة واحدة اسمها فوتو ثيرمال افكت. مين شافها وعلم عليها؟ سيبوها دي دلوقتي وهرجع لها تاني، بس علم عليها. مين يترجم فوتو ثيرمال؟ فوتو هو عايز يقول لك ان الضوء بتاع الليزر بيتحول لحرارة. ما انت جبت الشعاع كده اللي سكتر سكتر وشوية امتصر، الامتصاص ده يتحول لحرارة، الحرارة تحرق الحاجة. ودي حاجة معروفة جدا من ايام الاعدادية برضه، ان الضوء له تأثير ايه؟ تقعد في الشمس نفسك سخن، تفيد اللمبة سخنة، أي ضوء يتحول لحرارة. في كلام تاني بس هرجع له أجله شوية، اسمه فوتو ثيرمال افكت. في بقى حاجة مهمة جدا جدا، الفوتو ثيرمال افكت بلازر مكتوب تحت بيشتغل ازاي. بصوا لي بقى، شغل الليزر جميل جدا، بيعتمد على الحتة الجاية دي عايزة فهم شوية، فركز معايا علشان تفهمها وربنا بعد كده يتولاها. احنا عندنا حاجة في الليزر المربع اللي هو بالألوان ده اسمه كروموفور. ايه كروموفور باختصار؟ المادة اللي في جسمك اللي بتمتص الضوء، اللي هي بين قوسين التارجت. مش انا عمال اقول الضوء بيروح لحاجة تمتصها صح؟ ايه الحاجة دي؟ كله حاجة من ثلاثة، والكلام ده بيزك. في حاجات تانية بس البيزك حاجة من ايه؟ في الهيموجلوبين، وده بتاع ايه؟ بتاع حاجات الباسكولا. يا سلام، شوف مرام بقى لما يا شوف، لا ده هتزود كمان في الفيفا. مرام تيجي في اخر خمس دقائق تصحى، بس انا كانت نايمه هي طبعا، فلما نامت الله يخليك. انا قضي مرام لما تيجي عندها استراتيجي حلوه، اقول لك انا هو مش ست ساعات، انا انام خمسه اصحى اخر ساعه فايقه كده، اقدر القط حاجه كده، اروح بقى نشيطه بقى، اتفرج على فيلم، اسهر بتاع حاجات ضيقه كده. فكله يركز معايا. الهيموجلوبين يبقى بتاع حاجات الفاسكولار زي ما هي قالت بقى، هيمنجيوما، بورتو اينستين، حد مثلا عض حد في رقبته وموته كده ففي بلاد برضه، ده فاسكولار يبقى هيموجلوبين ماشي. في شويه ناس كده عايز انا اشوف الكروموفور بتاعهم بتاع الهيموجلوبين ده، اشوفه كده منتشر في الارض كده، يبقى الهيموجلوبين بتاع ايه؟ بتاع الفاسكولار. طب الميلانين؟ بتاع الهير. والبيجمنتيشن ما هي يعني اي حاجه بيجمنتد، كافي اولي نيفا سفوت، الكلام اللي خدتوه ده ما ده ميلانين. والشعر ميلانين. الميه دي موجوده في كل الانسجه. يبقى انا عندي كام كروموفور؟ ثلاثه. ثلاثه. دكتور الميه دي بتاع ايه؟ زي ايه؟
منع ميه زي ميه كوبايه ميه. الميه موجوده في الخلايا بتاعتنا صح؟ ايوه. انا هقول لك، انا هقول لك بس اصبري عليا. عايزه تعملي شاي ميه، شوربه ميه، بتسقسي في حاجه ميه بقى. يعني انا انا فهمت والله يا حاجه وفاء. ليش الله يخليك. المهم عندي كم كروموفور مبدئيا؟ ثلاثه. قناه السويس الله العظيم ده انتوا. الهيموجلوبين بتاع ايه؟ الفاسكولار. الميلانين بتاعها كتير. الميلانين ده داخل بنفرين، في البيجمنتيشن وفي كتر خير. الميه في كل حاجه. هنعرف ليه اي خليه بجسمك، خدتها في العلوم برضو زمان، 70% من الجسم يحتوي على ماء. خدتوها دي. خليه الدماغ بتاعت الزكاوه دي ميه 70%. خليه النباه ميه 70%. اي حاجه بجسمك، في جلدك، في اي حته، 70% ميه. خلاص. ايه بقى فايده الكلام ده؟ في كلمه بالعنوان الازرق يقول لك ايه؟ فوتوثيرمال افكت، اللي هو ايه؟ الضوء يتحول لحراره، فالحراره تحرق الحاجه وتموتها. كلمه اجنبي اسمها سيلكتيف فوتو ايه، وده تكتب جنبه سؤال لوحده. ادي الاسئله التحرير الصغيره. تعال نترجم سيلكتيف يعني ايه. سيلكتيف يعني متخصص. فوتو اللي هو الليزر، وثيرمو ولايسيز. لايسيز حاجات تتحلل بتتكسر. قال لك فكره الليزر كلها ان انا بستخدم الضوء، ركز في الجمله دي، احوله الحراره، ومن الحراره تكسر حاجه، تحرق حاجه. انا مثلا عايز احرق 5-6 منكم مثلا في الكرسي كده، يبقى انا سيلكتيف عليهم بس، مش حرقهم كلهم، الباقيين هبموتهم. يعني سيلكتيف يعني انا اللي عايز احرقهم بالظبط 5-6 بس، فانا عايز احرق دول وما اثرش على الباقيين، صح كده؟ احرقهم باستخدام الضوء الذي يتحول لحراره. فالجمله دي اسمها كده سيلكتيف، يعني بدمر حاجه وما دمرش حاجه ثانيه. فوتو ثيرمولايسي، الضوء يتحول لحراره تحرق وتدمر. هقولها لك بالفلاحي كده. الست اللي بتروح تعمل هير ريموفال دي عايزه تحرق الهير بس من غير ما تاثر على البلاد فيزل مثلا، والواد اللي عنده بورت واينستين وعايز يشيلها بيشيلها من غير ما ياثر على الهير، واللي عايز يشيل الميه مثلا زي ما هنقول عايز يشيل الميه من غير لا ياثر على ده ولا ده. فشغل الليدر كله اسمه ايه؟ سيلكتيف. يعني ايه سيلكتيف؟ عايز اشيل حاجه بس كده. واللعب كله هنا مثلا، اللي عايز يشيل الهير ده مش عايز ياثر على الفاسكولار، والتاني عايز يشيل الفاسكولار من غير ما ياثر عليه، وده عايز يشيل الميه من غير ما ياثر على الاثنين. هو ده اللعب كله. فهمتوا السؤال بقى؟ ازاي نعمل كده؟ كيف نقوم بعمل هذا؟ صح. قول له اللعب كله، ركز في اللي جاي ده. يعني انا دلوقتي كلكم عارفين بورت واين ولا مش عارفينها؟ بتيجي الناس الكبار او الصغيرين حسب عمره، يعني عايز يشيلها. انا عايز اشيلها له من غير ما اثر على الشعر هنا بتاع دقنه، لو هو ميل صح؟ عايز اشيلها وتخف ولسه دقني بتطلع، يبقى انا بشيل الفاسكولار وبسيب ايه؟ طيب بيجي ست عندها هرشوتيز، لكن عايز اشيل الهير غير ما اثر على الفاسكولار. فاهمين؟ دي اللعبه كلها. تشيل حاجه والا كان عندنا طرق تانيه نون سيلكت. انت لو جبت مثلا تي سي اي 70% ما هيحرق كله بالفاسكولار صح؟ جبت ازازه ميه نار كده، حد متغاظ منك، مريض من اللي انت دخلتهم بوظت حياتهم دول، عانيته مثلا، مريض مثلا في البوبه عميته، والتاني كسحته، والتاني جبت له ليبر مش عارف ايه، والثالثه عملت لها تلاتوجينيست من كتر. فيجي مريض من دول يجيب ازازه ميه نار يستناك قدام المستشفى كده، ده ذنب الدكتور ده احمد، ويروح رشه على وشك كده. لما يجي على وشك بيحرق كل حاجه، الهير فوليك صح؟ بالسويت جلاب، كل حاجه. شغل الليزر سيلكتيفيتي بس، اسمها النظريه دي بتيجي في امتحانات سيلكت. السؤال بقى هعمله ازاي؟ قال لك سهله جدا، افهمها كده وانا هشرحها لك حالا، بس افهمها بالراحه. قالوا احنا الحاجه اللي عايزين نشيلها دي ليها كروموفور ولا ملهاش؟ ليه؟ الكروموفور ده بيمتص حاجه وما يمتصش حاجه صح؟ خلقت مش احنا خدنا مثلا السورالين يحب اليو في اي 1، والاله ده يحب الفيزيبل، كل واحد بيحب حاجه. فانا اشوف الكروموفور ده بيمتص ايه ها وما يمتصش ايه، امروح جايب جهاز الليزر اللي مناسب للكروموفور ده ومش مناسب لمين؟ للكروموفور التاني. ام هو بس اللي يتاثر والتانيين ايه؟ البتاعه دي اسمها ايه؟ سيلكتيف ها فوتو ثيرمولايسيس. هنعملها ازاي؟ في كلمه اجنبي جديده اديني بقولها اهو، اسمها ابزوربشن سبيكترم.
يعني ابزوربشن سبيكترم. قول له ايه الكلام المكتوب بالبولد فوق ده، قول له الكروموفور بيمتص ايه وما يمتصش ايه، اسمه الابزوربشن سبيكترم بتاعه. طب تعال نقولها بالفلاحي عشان في ناس كده يقول لك انا ابتديت ايه اخاف. احنا قلنا ايه الابزوربشن سبيكترم بتاع السولارين؟ يو في ايه. انت بدل ما تقول كده ان اليو في ايه السولارين بيمتص يو في ايه، هتقول كده الابزوربشن سبيكترم بتاع السولارين. ها فاهمين ولا مش فاهمين؟ طب استنى الاله في الفوتو دايناميك ثيرابي بيمتص ايه؟ الفيزبل 400 ل 800. فتقولها بالاجنبي بقى بالعلام كده، قول له الابزوربشن، شوف بالاجنبي يعني الابزوربشن سبيكترم بتاعها الاله از. انا بمتص ايه؟ الغضب بتاعي، يعني بمتص انا الغضب، والا كان زماني بقيت في السجن من زمان. يبقى انا الابزوربشن سبيكترم بتاعي ايه؟ ها الغضب، يعني انا بمتص الغضب. هتيجي في لحظه همتصك انت شخصيا، يبقى انا الابزوربشن سبيكترم بتاعي ساعتها تبقى كل الناس اللي قاعده قدامي. مفهوم ولا مش مفهوم؟ ماشي. السفنجه بتمتص الميه، هتقولها بالاجنبي كده الابزوربشن سبيكترم بتاع السفنجه الميه. انت بتمتص الحزن والنكد، مفهوم ولا مش مفهوم؟ يا سيدي بس بقى بقى بس مش كده، ما تكتبوش عليا. في بقى حاجه مهمه، في رسمه تعالى. الرسمه دي كلنا هنتعلمها كويس قوي. الرسمه دي نصورها ونخليها على الموبايل. الموبايل اللي عاملين نوع مفيد نحط فيه حاجه مفيده. ممكن تشفع لنا يوم القيامه. تخفف عنك شويه، بدل ما تقعد 1000 سنه في النار تقعد 999 سنه. مثلا يعني 11 شهر. وكده يعني احسبها لك لو حملها دقيقه ولا حاجه. ايه بقى اللي بعديه؟ بص على الرسمه دي. الرسمه دي لو بصيت لها كده من تحت في المحور الافقي، تلاقي احفادك هم بيذاكروا في الرياضه المحور الافقي المحور الرقمي مكتوب فيه الويب لينس 400 700. ده مين؟ وبعد كده نكمل في مين؟ ها ولو مشيت شمال يبقى مين؟ يبقى المنحنى اللي تحت ده الخط اللي تحت المحور الافقي قناة السويس، محور قناة السويس اهو الجديد ده. ايه بقى واخد الويف لينز؟ حتى في الوان كده اللي الوان الطيف، صح؟ والله الناس مش عارفه تعمل معاكوا ايه. الناس دي خلاص قربت تبص الارض كده عشان تركز. بص بص، بنفسجي وازرق واخضر واصفر اهو، من 400 ل 700 ده الفيزيبل. الناحيه دي ناحيه اليمين يا مرام، وناحيه كده مين؟ طيب لو بصيت في المنحنى نفسه في ثلاث منحنيات، منحنى بالاحمر عشان انت لو مش بتعرف تقرا تعرف ان ده منحنى الهيموجلوبين، لان الهيموجلوبين ده ها لونه احمر. في منحنى اخضر كده ده بتاع الميلانين، وفي منحنى ازرق بتاع المية. ايه هما الثلاثه دول؟ قولوا الثلاثه كروموفور اللي بنقول عليه. الهدف من الرسمه دي تقول لك كل واحد بيمتص ايه ها وما يمتصش ايه، صح؟ ومن ده بقى يتبقى حاجه واحده بس، حته زكاوه بقى. انا عايز اشتغل على هنا ده بيمتص كده، وما اروح جايب جهاز الليزر اللي بيمتص كده ده. حد فاهم حاجه؟ ويا ريت ابعد عن اللي بيمتصوا التانيين وهكذا، يعني مفهوم. تعالوا بقى ايه الرسمه دي، ممكن الناس تبص لي هنا بس يا بس يا عزرا بس يا عزرا. بص انا همسح ده خالص كده اهو، وشوف انا هعمل ايه. هنمسح اهو، يا رب الناس تبص لي هنا الدقيقتين دول. كركوك على بصي اطلع اطلع فينا. شوف انا همسح الدنيا خالص عشان ايه؟ مفيش حاجه تشتتك وانت تفكر. طبعا هسيبه ان انا بعمله تقعد تبص على الدنيا دي، فانا همسح كل حاجه اهو كده عشان ما يبقالكش حاجه خالص، وامسح الفرق الصغير. ماشي، همسح كل حاجه، شوف الدنيا فاضيه خالص. الكلب ده انا هرسمه بايه؟ عشان انت تتعود ترسمه ايه؟ عشان يتحفر في مخك، لان من غيره سيبك من الامتحان، اهم حاجه امتحان الاخره، فاهمه؟ سيبك من امتحان الدنيا ده. بص بقى، استغفر الله اهو. بص الهيموجلوبين، شوف الناس بتعمل ايه برضه، بقول لك بص هنا الهيموجلوبين عامل كده. احنا اتفقنا ده حته الفيزيكول وده ايه؟ ولو انا كملت ده ايه؟ زمان كده في الرياضه يقول لك ايه؟ لما نمد المنحنى على امتداده يقطع مش عارف محور السينات في زاويه كذا، والساين ومش عارف ايه. الندم رجع تاني. بص بص الفيزيكول عامل كده، بص له بيكس عاليه كده، يعني بيمتص عالي قوي فوق، وبعدين يبدا ينزل ينزل ينزل، صح؟ وبعدين يطلع تاني في الاي ار، وبعدين ينزل ينزل، صح؟
هيقول لك ايه بيسموها بالانجليزي ايه؟ له امتصاص عالي هنا في الفيزيكو صح؟ في اول الفيزيكو وله امتصاص عالي في اول الانفراريد صح؟ بعد كده امتصاص ايه؟ يقل بعدين يقل خالص صح؟ عايز يقول لك ايه ملخص الكلام ده؟ لما عاوز اشتغل على حاجه باسكولار قدامك حاجه من اثنين، يا تشتغل باجهزه فيزيكو 400 500 زي البلس الدار 5 8 5 صح؟ زي الكي تي بي 5 3 2 يا تشتغل في حاجات في اول الاي ار مش دي اول اوعى تبعد قوي ليه؟ مين يبص على الرسمه؟ انت لو بعدت قوي هتلاقي المنحنى عمال ينزل في الارض. تيجي انت بذكاء وتقول له انا هاجي في الاخر خالص يكون نزل كده وهدي واعرف اكلمه. طبعا انت لو رحت في الاخر خالص مفيش امتصاص، حد فاهم؟ ده بيسموه عارف اسمه في الكتب يقول لك الحته اللي هي في اول الاي ار بيسموها نير اي ار. يعني نير؟ نعم قريب ما بعدناش قوي. صح؟ قصده مش الطويل قوي. طب النير اي ار يعني 700 800 900 لحد 1000 كده. يعني الكسندرايت ماشي، اندياج 1064 ماشي. بس شغل الفاسكولار يا ده يا ده. ما تجيش في الحته اللي في النص دي، عارف ليه؟ الحته اللي في النص دي ها الامتصاص قليل. بص على الرسمه شوف شوف الهيموجلوبين نزل ازاي؟ نزل قوي في الارض كده. الناس شايفه المنحنى اللي عندكم؟ ولا تيجي في الاخر خالص في اخر الاي ار ليه؟ هينزل قوي. طب مين الاحسن؟ ده ولا ده؟ طبعا الفيزيبل، عشان الفيزيبل امتصاصه عالي. مفهوم؟ عشان كده في الحياه العمليه يقول لك دايما ايه؟ ذا ليزر اوف تشويس فور بورتو اي ستين از بلس الداي. اشمعنى بلس الداي؟ ينفع. واشمعنى بلس الداي مش ان دياج؟ مع ان ان دياج له بيك. قول له اصل البيك في الان دياج ها؟ صغنطوطه. فاهمين؟ طبعا بعد كده في الادفانسد ستادي احيانا بضطر استخدم ده. لو كان حاجه عميقه لان هو موجه طويله، لكن الشغل كله في الناحيات، فهمتوا؟ يبقى انا لما اقعد اشتغل فاسكولار يا ده ما قدامش الا الحلين دول، يا الفيزيكال ها يا بدايات الاي ار. ولو انت عندك حريه الاختيار والدنيا زي بعضها ومحدش ضاغط عليك في حاجه تاخد مين؟ الفيزيكال. ليه؟ لان ده اعلى من ده. الكلام ده كله جبته منين يا دكتور؟ انت بتسحب؟ قول له من الكلب ده. خلاص؟ طب الميه؟ الميه غريبه جدا. تبص في الانفراريد مفيش، قصدي في الالترا فايلوت مفيش، في الفيزيبل مفيش. تبدا تظهر في الاي ار وتبدا تعلى 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 صح؟ في الفار اي ار. سؤال، انا امتى احتاج الجا للميه؟ يا جماعه اذا اشتغلت على الميه ركز معايا، يبقى انت بتشتغل على الخليه كلها صح؟ وكل الخلايا. حد فاهم اللي انا بقوله ده؟ لان الميه متوزعه في الخليه كلها. حتى مثلا الميه في في السلم برين مش موجوده صح؟ ولا في هي في كل الخليه 70% ميه. واي خليه فيها ايه؟ عشان كده لما اقعد اشتغل على الميه الناس تفهم يبقى انا بلجا للدمج، عايز ادمر. عشان كده الشغل على الميه يا مرام لما اكون عايز اشيل حاجه اسمها ابليشن، عايز اشيل مثلا وورد. مش انت بتسمع ممكن اشيل وورد بالليزر؟ بدل ما تشيلها بالكتر يا ابو جنيه ده تقول له شغلك بالليزر 70,000 دولار مش عارف ايه وهنقسطهم لك وعليهم ازازة زيت هديه مثلا يعني وصابونه وسلايت حاجات زي كده. قصدي الكلام ده كله انا هشتغل عليه ساعتها على الميه، لان انا لو في حاجه رايحه للميه كل الخلايا فيها ميه. انهي خلايا؟ اقول له كل الخلايا اللي بيدرمس والدرمس والسباينس وكله، فتلاقي كله اتحرق قدامك كده، فالليجن كله ايه؟ يتحرق. طب استنى، لو عايز اشتغل على الميه، الميه راجعه من هنا وضعيفه. شوف تطلع 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 عكس التمرين. عشان كده ما هو الجهاز المناسب للشغل على الميه وما يشتغلش على حاجه ثانيه؟ قول له يكون الاي ار في اخر الاي ار. يعني بيسموها فار اي ار. خد بالك من المصطلحين دول. اصبر يا عزر. هو عاد عرفت المصطلحين النهارده نير وفار؟ نير يعني قريب. وفار يعني ايه؟ قريب ايه وبعيد يعني قصير وطويل يعني قريب مني في الفيزيكال صح؟ اشهر جهاز بنعمل بيه كده هو سي او 2. العيال كلها والعمال عارفين ان السي او 2 ده بتاع الابريشن. اشمعنى يا دكتور؟ قول له اصل السي او 2 10,600 بعيد قوي.
قول له طب ليه بتبعد كده مش تقرب؟ قول له بص 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 اصل لما ابعد قوي حاجتين حلوين بيحصلوا. امتصاص الميه يعني عشان كده تحط السي او 2 على جيت تلاقي حرق على طول وشياط وبخار صح؟ الراجل يقول لك ليه ده؟ قول له حد عارف. طب ليه البلس دايما ما بيعملش حرق وبخار كده؟ قول له اه فيها في ليزر وليزر ساعات حاجات وحاجات يعني في كده وانت جسمك يعني فاهم يعني هرمونات هرمونات احسن كده لان ده بيشتغل على الميه فعمال يحرق. دي اول فايده. عارف ايه الفايده الثانيه؟ كله في المنحنى ده. المنحنى ده اسمه قلب شغل الليزر. ده بتاع الليزر ليه فهم ده ليه فهم الليزر كله؟ ما يفهمش ده كده ومريح بعد الغدا كده وبتاع بدون ذكر اسماء حماده لو جاب معاك السويس ارفع ايدك كده بدون ذكر اسماء عشان ما حدش يعرف. فده ايه بقى؟ يبقى انا استفدت حاجتين. ضربت عصفورين بحجر. ده موبايل مين ده؟ انت؟ انا ورق هقفل كده. اللي اتصل بقى بابا. بابا ماليش دعوه بل كان بيتصل بابا وانا قفلت في وشه حتى رحت مبين كده رحت قافل الباب في وشه خلاص. بص بقى انا ليه استخدمت السي او 2؟ حاجتين امتصاص الميه بقى عالي والهيموجلوبين في الارض يعني انا وانا بقى بشيل الورد مش اخاف على الشعر هنا ولا على بلاد فيزل هنا ولا اي حاجه. البتاع دي اسمها ايه بالفرنساوي؟ اسمها سيلكتيف فوتو ثيرمولوسيس. كيف تستخدم الضوء بتاع الليزر وتحوله لحراره تلايس وتحرق الاشياء بشكل سيلكتيف. هو ده العنوان. بس بتيجي في الامتحانات دي تروح انت قايل الكلمتين دول وكم كلمه اجنبي كروموفور يتخض منك شويه ابزوربشن ايه بتاع الكروموفور يتخض بقى ثم ايه اختيار قول الويب لينس بتاع الجهاز هتعمل ايه طيب يعني في حياتك ها يعني نقفل على بعض ده راجل بعد عمر ده يعني الراجل المصاريف خد رد عليه رد عليه وخد بعد اللي اتحرق يعني كده كل الانوار يظهر كده ما بقى في الميكانيزم اقول لك بتاعت حاجه المين فيهم تغير كله سيلكتيف اي جهاز يقدر بس سيلكتيف حاجه نفسيه او حاجه يعني في السوق لا انت فهمتيها معايا المهم انت وفاء فهمت حاجه انا يمين انت وفاء والله فهمت كده والدنيا تمام يا حاجه كده خلاص كل ده تمام لا لسه كده ما عمال يطلع يعني شوف بيطلع فمش دايما كده هو هنا طبعا بيعتمد على انك لما تكمل المنحنى هيمشي هنا تيار وتيار خلاص حد فاهم حاجه ماله الدكتور ماشي بس هو بعد كده ما في لا بس الميه ضعيفه على فكره دي ضعيفه وده ضعيف انا مش هقدر ده انا عايز حاجه اتعلم فهو بيعمل تاثير ضعيف ماشي بس طبعا انا في تفاصيل والله بس انا ايه مش هقدر اقول كل التفاصيل احنا ده عناوين كده يعني ما هو في فوتو سيرمال افكت وفي فوتو ميكانيكال انا قلت الكلام ده يا وفاء لسه ما قلتوش بس يعني طب ولما هو لسه ما قالوش لما هو لسه ما قالوش مش تسيبيه لما يقول سيبيه يا وفاء سيبيه هو من نفسه كده هيقول سيبيه المهم اللي انا قلته ده فاهم اسمه ايه سيلكت فوتو ايه وكم كلمه اجنبي كروموفور ابزوربشن سبيكترم ويف لينز صح تلزق الحاجات دي ببعض يطلع الشغل على طول. طب استنى احنا قلنا لا في جدول جاي بقى هنفهم اكتر. الجدول اللي جاي ده تكتب عليه سيبل يعني مهم جدا. دلوقتي عايز اقول لك حاجه لو بصيت للانديكيشن بتاعه الليزر كلها ايه الاساسيه وخد بالك من كلمه ايه شغل الليزر كله خمس حاجات بص كده لن يطلع بره حاجات فاسكولار صح وخد عندك بقى في الفاسكولار يعني لو حد بص تحت انا مكتوب في الثيرابيوتيك كده هنبص على الجدول والكلام في نفس الوقت فاسكولار يعني بورت واين ستين هيمانجيوما ليج فينز تلانجكتيزيا اي حاجه فيها كده يبقى فاسكولار صح ده بصوا لي هنا ده الفرع الاول من شغل الليزر وده تحت حاجات كتيره جدا بتعمل لك ايه فينوس ليك قول له فاسكولار برضه
شيري انجيوم فاسكولار بيوجينيك جرانيولوم. قول له خلاص ما توجعش دماغ فاسكولار. حتى السورايسد لما خدناه كنا بنشتغل على الكابيلا يبقى فاسكولار. ده اسمه الفرع الاول ماشي. طيب ايه الفرع الثاني؟ هير ريموفال صح. وخد بالك هير ريموفال ده مش الكوزموتيك اللي هو الليكتيف اللي احنا بنعمله بمزاجنا. قول له لا هير ريموفال في الامراض هيرشوتيز هيرينيفاس مش عارف ايه في امراض كتيره جدا سودوفوليكولايتس عايز اشيل الهير وخلاص. ده الشغل التاني وتحته عناوين كتير بس احنا ما عندناش دلوقتي اختصرناه في عنوان اللي هو الكوزماتيك. رقم 3 بيجمنتري ديسوردر صح. وخد عندك بقى ليبوسوم قطه وايد وميلانوز مش عارف ايه بيجمنتيشن وميلازما وفريكلز كل ده تحت عنوان واحد اسمه ايه؟ تمام. يبقى بص حتى لو حد بص كده فاسكولار البيجمنتد والهير التاتو ده حاجه اضافيه زي البيجمنت بالظبط بس من بره. الناس تفهم حاجه اللي عايز يشيل تاتو ده كانه عايز يشيل بيجمنت صح. بس البيجمنت بدل ما خلقت ربنا من جوه او حاجه داخليه بقت حاجه من بره بس باختصار شديد. فترفق دايما بايه؟ ها حتى احيانا تلاقي عناوين محاضرات كده يقول لك بيجمنتد ليجن اند تاتوز مثلا بالمره كده لان التاتو بيجمنت بس بيجمنت من بره. في التاتو يعني من بره فرنسا كندا حتى كان مسافر بره يعني وجابه لك مثلا لك ده والله البرفان ده من بره الجزمه دي من بره حاجات زي كده ده من بره. ممكن تبقى من جوه كنا بنقول يا ربي هم كانوا بص يبقى فاسكولار ها بيجمنت وتاتو. البيجمنت من جوه يعني محل يعني السودان يعني صح ومن بره ها. والهير ريموف لما عاوز اشتغل على الميه بقى عايز اشيل حاجه اسمها ابليشن اسمها ايه؟ بص الشرط بتاع الابليشن اي حاجه بناين عايز تشيلها كنت زمان بتشيلها باسنانك بتشيلها بالكرايو بالالكترو دخل دلوقتي بالليزر وهنا بتفور الدنيا زي ايه بقى؟ وورت سكين تاج سيبوريه كيراتوز صح؟ كل ده ينفع. في بقى حاجه اسمها بنشيل بس عشان نعمل ريجنريشن اللي هو ايه؟ الريجوفينيشن اسمه. عارف كلمه ريجوفينيشن دي؟ تقول لك انا هعمل والله فراكشنال. ايه الفكره؟ بتشيل طبقه معينه بس ليميتد مش بيشيل لحد العظم كده وتلاقي العيان طالع بعظمه كده. بتشيل طبقه كنترول ده بسيط عشان تدي فرصه انها ايه تريجينريت قوم تطلع شكلها احسن. دي اسمها ريجوفينيشن. اسمها ايه؟ بس خد بالك ريجوفينيشن بيني وبينك هي ابليشن. يبقى كام انديكيشن؟ خمسه كبار فاسكولار بيجمنتيشن هير ابليشن. في بقى مفاجاه رهيبه الخمسه دول هعملهم ازاي بالثلاثه كروموفور من الفاسكولار يبقى هشتغل على مين؟ طب بص الابليشن والريجوفينيشن بشتغل على الميه الهير والبيجمنتيشن بشتغل على الميلانين. عشان كده الجدول اللي فوق ده رهيب اقصى الشمال 3 كروموفور. الجدول ده ملخص شغل ليزر مش هتلاقيه في اي كتاب تاني ولا في اي مش محدش بيعمل كده. ده تجميعه بتاع تنظيمه الدماغ. ناحيه الشمال كام حاجه؟ اللي هم 3 كروموفور اللي هم البيزك يعني انت لما تعرف دول تعرف 90% من شغل الليزر اللي هم ايه؟ ها هيموجلوبين ها. سيبك من العمود الثاني وبص على العمود الثالث اللي هو الابلكيشن. قول له انا والله مثقف الهيموجلوبين يبقى شغل فاسكولار الميلانين يبقى بيجمنتيشن وتاتو وهير. على فكره التاتو ده عارف ماسك في البيجمنتيشن كده وخلاص. طيب والووتر يبقى حاجتين ريجوفينيشن ها وابليشن مفهوم. بس يجي في اخر السنه يقول لك ايه ديسكاس مثلا ليزر از كومن مش عارف ايه وات ار ذا بروبرتيز ان نيوموريت انديكيشن ولا حاجه. هم الخمسه وتملى بقى في الفاسكولار على قد ما تفتكر صح كده. طيب السؤال بقى كل واحده من دي هنعملها ازاي؟ هترجع لمين؟ للكيرف. قول له والله الفاسكولار اللي هو العمود الثاني الابزوربشن سبيكترم صح؟ يعني ايه اللي يمتص واللي ما يمتصوش؟ قول له ده بيمتص الفيزيبل ركز كده النير ومانا الاجهزه بقى اقصى اليمين قول له والله يشتغل بلس الداي وكي تي بي
يبقى ايه فيزيبل. يشتغل بقى ان دياج والكسندرايت يبقى لانير انفراريد. فهمت؟ تقعد بقى عشان انت كده في الارض. المرض اللي عايزين نعالجه الكروموفور بيمتص ايه؟ اجيب له جهاز ايه بس خلاص. مفهوم؟ هذا الكلام لن ينجح الا لما تكون عارف كل جهاز الويبلس بتاعته كام، وده طبعا بيتعرف بالممارسه كده ومع الوقت، وهم مكتوبين في الاول. طيب نبص على الووتر. انا جات لي ورطه وعايز اشيلها بالليزر، جالي سكين تاج وعايز اشيله بالليزر، سيبوريك اي حاجه، اقول له انا هشتغل على الميه. والميه يعني فار انفراريد. فار انفراريد تبص اقصى اليمين تلاقي السي او 2 بقى والاربيام ياج وحاجات زي كده. مش لازم السي او 2 بس اشهرهم ايه؟ السي او 2. طب عايز اشتغل على الميلانين، قول له يعني في الهير او في ايه؟ او في البيجمنتيشن. لو حد رجع للكيرف الميلانين فيه مشكله كبيره. بس بالراحه، بس انت ايه اللي انت بس بالراحه. الميلانين ايوه بيمتص اي حاجه صح، هو خط كده نازل لتحت، هو صحيح الناحيه دي كبير وهنا صغير بس هو مش بيرح. معنى كده ان انا اي جهاز استخدمه هيشتغل على ايه؟ على الميلانين. ودي مشكله كبيره مش هنناقشها احنا في الشابتر ده لان مش مستوى المناقشه. طب انا لما اقعد اشتغل على الميلانين بس وابعد عن حاجه تانية، في حاجه جميله جدا في المنحنى ده، في حفره كده حد شايفها عامله زي حرف الفي كده، بصوا لي هنا كده ربنا انت بص، مش الميلانين نازل كده والباسكت كان عامل كده وبعدين في حفره كده والميه كانت دايره، عارف الحفره دي مين يظللها كده؟ يا سلام يا وفاء، تروح السوق كده احلى حته في الديناصور، لما تيجي تشتري الديناصور كده احلى حته في الديناصور الحفره دي. ليه الحفره دي؟ الحفره دي ده اللي بنشتغل بيها على الميلانين. ليه؟ لان انا في الحفره دي بعيد جدا عن الهيموجلوبين. مين شاف الحفره وعلمها؟ الهيموجلوبين نازل جدا، يعني تاثره هيبقى ايه؟ والميه لسه ما ظهرتش. عشان كده في معلومه مهمه عايز اقولها لك، على الرغم، ركز في الجمله اللي جايه دي، دي جمله عربيه كلاسيكيه، على الرغم من ان الميلانين بيمتص اي حاجه يا حماده وبياكل اي حاجه في البريك صح كده، وممكن اي جهاز من الناحيه النظريه يشتغل عليه، الا ان شوف كده كلمه الا ان دي، الا ان انا عملت ليميتيشن لثلاث اربع اجهزه بس. ليه؟ دول اللي ما لهمش علاقه بالفاسكولار ولا ليهم علاقه. ولو حد بص في الحته دي شغل الهير ايه يا جماعه؟ اربع اجهزه، ثلاثه الروبي والالكس والديود والاندي اي، دول في الحفره دي. ليه يا دكتور اشتغلت بالاربعه دول بس؟ قول له لو 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 بعدت الناحيه دي هتخبط في مين؟ في الهيموجلوبين. بعدت الناحيه دي تخبط في الووتر. فهمت ولا ما فهمتوش؟ عشان كده لو حد بص على الميلانين في الجدول اللي هو الاخضر، حد يبص معايا في الابزوربشن سبيكترم كل حاجه يقول لك يو في وفيزيبل وانفراريد اي حاجه. قول له طب وبعدين دي مشكله كبيره جدا. قول له لا، ما انت لو بصيت الناحيه الثانيه هتلاقيني خدت الروبي والكي تي بي والاندياج والديود والالكس، دول الشويه اللي في الحفره. اشمعنى اقتصرت على دول بس؟ قول له عشان مش عايز اخبط في فاهمين ولا مش فاهمين؟ طيب الميلانين داخل بنفرين، يعني ايه داخل بنفرين؟ عايز اشتغل هير ينفع؟ عايز اشتغل بيجمنتيشن ايه؟ هنا اخر نقطة هقولها ونقفل الحتة دي. هنا بقى حتة مهمة جدا، يا رب الناس تبص هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الحتة اللي انا عايز اقولها دي؟ احنا قلنا شغل الليزر كله يا حمادة سيلكتيف، ها؟ يعني اشتغل على حاجة؟ ها؟ ودلوقتي انا ما شاء الله قدرت اعمل كده، قدرت اشتغل على ده بعيد عن ده صح؟ قوله طب دلوقتي انا عايز اعمل هير ريموفال في حته بيجمنتد وعايز اشيل البيجمنت، يعني مثلا واحد عنده كافي اوليه هنا راجل ومش عادي ياثر على البيرد، قوله الكافي اوليه سهله جدا ميلانين، هشتغل على الميلانين، والهير ها مش هشتغل على الميلانين، يبقى انا هشتغل على الميلانين ومش هشتغل على البيرد. سهله جدا. فاهمين الحته دي؟ دي اخر حاجه خالص في الفيلم كده، بقى انت خلاص كده تنطلق في الحياه. هو ده السؤال بقى، بس عشان العمر، عشان العمر عشان الحق اقوله قبل ما اموت، كله يركز معايا. طبعا خلاص كده هنا هنا انت في انت زنقت حاجتين بنفس ايه؟ قال لك اختلاف الميكانيزم. لو حد بص كده هنا كي سويتش بالاصفر وهنا لونج بلس بالملي سكند واعملها بالاصفر،
اصفر جوه اخضر وترتر وكل حاجه عشان تاخد بالك من الحته دي. يا جماعه اي حد معدي في الشارع كده شغل البيجمنتيشن يقول لك كيو سويتش صح؟ مش تسمع كده كيو سويتش سنتي كيو سويتش دي في اي حاجه بي بي سي بس كيو سويتش. لو كان بال طب الهير ريموفال على فكره يا جماعه واحده عايزه تشيل الشعر يقول له بص هنشيلها لك بالاندياج. طالما انا قلت اندياج بس كده يبقى اللي هو العادي اللون. تيجي تعمل التاتو ولا ما اعرفش كذا يقول لك الكيو سويتش الاندياج. كلمه السر هنا شغل الميلانين في البيجمنتيشن عايز كيو سويتش شورت بارس. مش هقول ليه بقى ولا التفاصيل ولا العمر ده بس تعرف في حلقه فوق شغل الهير والميلانين برضو باللونج بارز. يبقى انا لو اشتغلت بنبضه طويله اللي هي العاديه يبقى بشتغل على الهير واسيب ايه؟ البيجمنت. اشتغلت بالكيو سويتش القصيره يبقى اشتغل على البيجمنت واسيب ايه؟ الهير. حاجه عارف الحكايه دي؟ ترجمتها ايه في الشارع وانت ماشي كده؟ يقول لك اي حاجه بيجمنت تسمع كلمه كيو سويتش في الاول. مين سمع الكلام ده؟ مين كان بيسمع ويهز دماغه؟ يعني في مستوى تاني يسمع بس في واحد يسمع ويهز دماغه. حوايج من غير ما يشيل الشعر بالظبط كده او في حاجه بيجمنت من غير ما تشيل الشعر زي الحوايج مثلا يعني لو تشوف كويس تشتغل على الشعر تشوف كويس تشتغل على الشعر تشتغل على الشعر تشتغل على الشعر تشتغل على الميلانين وعلى السكين ما ياثرش على الفوليك خالص حتى لو اثر على الشعرايه كده مسرحيه ما ياثرش على الفوليك يسويتش اي حاجه يسويتش دروبي يسويتش عليك ما دي قصه ثانيه هقولها بعدين ده مستوى ادفانس شويه وبرده ممكن حد يشتغل غير الموبايل. بص بص استني بس استني بس عشان ايه عشان الشيطان بس ما يسحبكيش كده. انت قلت شوف بص ها كيس سويتش انت قلت تفتيح ما شالش الشعرايه لا ما شالش اه ما انا عشان اعمل هير ريموفال مش بشتغل على الشعرايه على فكره بس الكلام ده مش مستواكم خالص في الصفحه دي عشان بشتغل على الفوليكل ايوه فالكيو سويتش ممكن بص الشعريه لو بيضت لو اسودت لو اتعضت لو اتقصت طالما الفوليكل سليمه هتطلع تاني. الهير ريموفال مش بيشتغل على الشعرايه يشتغل على الفوليكل. طيب ساعات بقى في الهير ريموفال في حسنه او حاجه رمقت تفتح صح ولا ايه؟ ماشي بس ده كل ده ريفرسبل ده الفرق بالحكايه دي كلها. يعني انا لو انا بشتغل على البيجمنت والشعرايه فتحت هترجع تاني تطلع كويس. بشتغل على الهير والحسنه حصل فيها حاجه هترجع تاني. فهماني؟ لكن الشغل السبيسيفيك دي كلمه سر دي مهمه جدا. بعد كده انت هتكمل في الحياه وتتعلم وبتاع بس خد بالك ازاي اعمل سيلكتيفيتي على الميلانين بتاع الهير او بتاع البيجمنت. قول له بالمود لونج بالس تمشي كده في الحياه لونج بالس ها عشان كده انت تسمع مثلا في الهير ريموفال 20 مللي سكند 5 مللي سكند 10 مللي سكند تيجي في البيجمنتيشن كيو سويتش كيو سويتش كيو سويتش خلاص. الكلام اللي انا بقوله ده تقراه تاني قول يعني لو في مثلا بجهازين بجهازين لازم طالما حاجه فيها هير وبيج مرض زي بيكرز نيبس يبقى هشتغل على الهير بتكنيك وهبدا بتكنيك لازم نبدا بالهير نبدا بالهير لان لو اشتغلنا على التاني ممكن يفتح الهير زي ما هي قالت وما تلاقيش كروموفور يشتغل عليه بعد كده ونستنى لما يطلع شعره. خلي موضوع خلينا نبقى ليميتد للشغل ده لان احنا ممكن نقعد العمر كله في الليدر ده. حد فيهم حاجه؟ بس فهمتوا حاجه النهارده؟ طيب فاضل كلمتين صغيرين على المستوى البسيط ده بتاع الاسئله التحريريه. ده مش كورس ليزر ولا كتاب ليزر اللي فيه كورس ليزر وفي كتب ليزر. خلينا بس واحده واحده. اول حاجه ايه السايد افكت بقى بتاع شغل الليزر؟ كله موضوع بسيط جدا شويه بيرن هايبر بيجمنتيشن ده امتى لما تزود ها؟ انا بس خايف من حاجه غريبه جدا اسمها سيفتي بقى. في فرق بين السايد افكت والسيفتي او الهازارد. السايد افكت بقى انت غلطان يعني ايه غلطان؟ زودت فاتحرق زودت فاسود مش عارف ايه فالشعر ابيض مش عارف ايه فالشعر طلع زياده اي حاجه ده غلط منك انت. لكن في حاجه اسمها هازارد هتحصل هتحصل على عين اخطر حاجه. يا جماعه بصوا بصوا لو انت اشتغلت من غير نظاره الليزر يجي في عينك حتى لو جرعته مظبوطه فاهم انت اللي نفهم حاجه السايد افكت على العيان الهازارد على الاوبريت وممكن في العيان لو انت مثلا بتعمل اي حاجه غلط يعني فاهمين ايه الهازارد. احنا بنخاف من حاجتين كبار قوي العين اهم حاجه عشان كده لازم نلبس نظاره فالعين ممكن يحصل دامج و فلازم نلبس نظاره.
في هدرز تانية يا جماعة غير الليزر نفسه. السي او 2 لما تشتغل على الورد يقولك البخار اللي طالع ده فممكن يجيلك انفكشن زي الكتر يا عادي، ما نفس الفكرة. فلازم تلبس ماسك ساعتها وتحط شفاط وحاجات زي كده اسمه فاكيوم. دي اسمها مخاطر الليزر او الهازر اند ذا سيفتي ميجر. يعني ازاي بقى نتفاداه؟ قول له انا عايز كلمه ورد غطاء. الخطر نتفاداه ازاي؟ العين يبقى تلبس ايه؟ النضاره المناسبه للجهاز، ماشي. طيب البخار والمشبع بالفيروسات ومش عارف ايه، يبقى انا البس ماسك واحط ايفاكويتور والكلام ده بس، مفهوم؟ ممكن جلدي يتحرق يبقى انا لابس بروتكتيف كلوزنج مثلا. يعني كده احنا فهمنا بس ايه اهو داخل على الموضوع. اللي يهمني بصراحه كلمه يعني سيلكتيف ايه ويعني كرومو. لا ما هو دي بس احنا بنقعد نشرح العمر كله في الليدر ده، فالليدر ده كبير فمعلش انا ممكن اشرح بس ناخد عمر يعني، واحنا من الناس المتاخرين شويه. اللي انا عايز اقوله ايه بس، عرفت يعني كلمه سيلكتيف ايه؟ همشي في الشوارع كده اقول 3 كروموفور و5 انديكيشن، صح؟ ايه هو جدول الليدر كده؟ الجدول ده كروموفور ده بتاع كذا بس كذا ما يمتصش كذا، ده بتاع في واحد داخل بنفرين اللي هو مين؟ الميلانين. هير ازاي اشتغل على ده وما اشتغلش على ده والعكس؟ قول له سهله جدا، الميلي سكند والنانو ايه؟ سكند. اللي عايز يقرا اكتر في بيبر اهو موجوده، ماشي. احنا كده فاضل لنا في الشابتر ده في السان سكرين ايه؟ 5 دقائق. 5 دقائق نصلي، ماشي نصلي. ممكن سلام، ممكن طبعا، بس كده عايزين فلوس عايزين اي حاجه. روح صلي وادعي ربنا بقى يرزقك ويرزقك يعني. يلا يا عز 5 دقائق بس عشان العمر. دكتور هو في اكل الروبي من هي الروبي بس ونروح نروح، ماشي.